مولود الميزان بتتألق بهالأسبوع وبتشعر إنك عم تتحرر من القيود السابقة، بتطير نحو الأحلام والطموحات وتحقيق الرغبات، ورح تطرد من حياتك كل شيء هو سطحي وتافه. تنعم بطوالع مناسبة بتحمل لك وعود كبيرة ما كنت بتتوقعها، رح تحقق أحلام قديمة، ومن الضروري إنك تستفيد من نوعية الحظوظ الدسمة يلي بتحمل لك ربح مصالحة حل للمسائل العالقة مع وجود القمر ببرج الحوت السبت والأحد بموقع مناسب جدا لك، بيولد لك إشاعات فلكية مناسبة بتعلن عن إطلاق مشروع معين على صعيد الاتصالات والانفتاحات، أو بتتعلم شيء جديد، تجارة، بيع، شراية، دراسات عليا، سفر. كمان رح يتابع الحظ طريقه وبتطل على مرحلة مهمة واعدة بالمستجدات والأحداث السعيدة على أنواع، إن كان اجتماعيا ولا مهنيا، بتتقدم بطريقة مفاجئة لسفر وبتنعم بكتير من الأمور الحلوة. لكن رح يتراجع الحظ، تتعسر الخطى بين الاثنين والأربعة مع انتقال القمر للحمل يلي بشكل مثلث فلكي ناري مع الشمس من برج الأسد، 3 أيام معاكسين كتير لإلك، بيولدوا لك متاعب بتسارع فيهم الأحداث ضدك وبتتعرقل مخططاتك. مطلوب منك انك تنتبه وتكون حذر وتتوقع كتير منيح وتنتبه من مناورة بتلحقك في الضرر. راجع ثباتك، راجع الوثائق والمستندات وما تفقد الثقة بالنفس. حاول انك تتقبل التراجع بالمزاج وإياك وردة الفعل المتهورة. من جديد تتبدل الظروف، بيبتسم لك القدر مع انتقال القمر للثور الخميس والجمعة، يومين حلوين بتختم فيهم الأسبوع بأوضاع مالية مهمة، بتوصل لمرحلة جيدة ومثمرة وبتنطلق بمجالات جديدة. رح يلمع نجمك وتضوي سماك بهالفترة ورح تكون بارز بمحيطك. عاطفيا الأجواء العاطفية أفضل بكتير، بتقدر تحطم الرقم القياسي بسحرك وحضورك، بتحمل لك التطورات الفلكية بهالأسبوع السعادة والنجومية والإشراق، وبتسود الرومانسية، وبيوعدك كوكب الزهرة يلي عم يتنقل ببرج الأسد بالأفراح، بتقدر تحتفل بعلاقة جديدة وبتسعد بعلامة الحب، رح يهم حولك الأصدقاء والمحبين، بتتوافق مع الشريك على مشاريع جديدة، بتستعيد الهنا والمناخ الرومانسي يلي أنت بتعشقه. أما العازب رح يتلقى دعوات كتيرة وممتعة وعروض بتفرحك، وممكن تعرف لقاء حاسم بينهي من عزوبيتك.